الجهاد، لان هذا جهاد باش الانسان، حنا ماشي جهاد باش يعترف بنا الشعب المغربي، حنا كنديروا جهاد لصالح المغرب والوطن وتطبيقا للاوامر والرسائل ديال سيدنا الله يرحمه حسن الثاني وسيدنا سيدي محمد الله ينصره. هذا هو الهدف ديالنا الوحيد، الهدف ديالنا هو خدمة الوطن، خدمة الشعب، نصيب له فين يسكن وكيفاش يسكن. لأن احنا في الحقيقة شنو هو المهندس المعماري؟ هو غير كي يترجم بالرسم ديالو الطلب ديال المواطن اللي كيبغي يسكن في شي بلاصه. وحنا دابا عندنا كاينين جوج ديال الامور، جوج الانواع عندك دابا. ملي كتشوف الخياط، هذوك اللي كيصوبوا الخياطه كاين اللي كيسميوه لو بريت ا بورتي. لو بريت ا بورتي هو بحال الشقق في عمارات، يعني يكونوا مطابقين للاراده ديال الاكثريه ديال الناس. وكاين لو سيغ ميزور اللي كتمشي عند الخياط ياخذ لك العبار ديالك كيصوبك سواليك انت، ما غادي يلبسهاش حدا اخر. الاركيتيكت هادي الخدمه ديالو. اما يدير لو بريت ا بورتي العمارات اتسيتيرا او لي ريزيدونس او كيبني دار لواحد عنده وليداته ومراته وداكشي اللي هو بالكيفيه الحياه ديالو هو. والناس ما كتفهمش كيسحبوا مارشيتيك غير توقيع. لا، ماشي توقيع، هي ترجمه ديال الاراده ديال كل واحد. وهذا ان شاء الله هو الدور اللي بغينا ينجحنا مع الفرقه ديالي، ينجحنا يعني نخمو فيها هي الاساس ديالنا حنا كاع، باش نردوا المياه الى مجاريها كيف كانت في ايام التسعينات. وشكرا والله يعاون الجميع. تنترشح للهيئه الوطنيه للهندسه المعماريه المغربيه. الغرض ديالي انا كمهندسه تنشتغل في القطاع الخاص هو ان تقريب المهندس المعماري من المواطن الجماليه المدينه، وتكون الوظيفه ديال المهندس المعماري وظيفه كامله اللي تتعطي القيمه للمهندس المعماري وتتعطي القيمه للتاريخ ديالنا ديال البلاد ديال الباتريمون المغربي، وتعطي القيمه للمواطن وتعطيه الحق في كيفيه ديال العيش مميزه، ويكونوا المغاربه كلهم واخا كاين فوارق في المدخول ديال المغاربه بعضياتهم، يكون كل مغربي عنده الحق باش يتجه لعند المهندس المعماري ويتفشش عليه، لان راه تيبني قبر الحياه ديالو ويتشرط عليه. والمهندس المعماري دائما يدير له خاطره، لان هذيك هي الصفه ديال الخدمه ديالنا. دونك حنايا تنبانوا لكم تنخلعوا يا المواطنين المغاربه، تنبانوا لكم يمكن تنبانوا لكم شويه تنعفروا، ولكن بحقيقه حنا مقربين لكم بزاف. والخدمه ديالنا هي اننا دائما نجاوبكم على داكشي اللي تتبغيو، كلنا واحد بواحد وكلكم واحد بواحد. وشكرا. بدعوه من مجموعه الاصدقاء المهندسين المعماريين وكذا بحضور اصدقاء، نقاش حول مائده مستديره بحضور صحفيين كذلك وبعض الملاحظين. كان نقاش اللي هو كان طبعا في احترام التباعد واحترام كل المسائل الصحيه الجايه من العمل، كان نقاش اللي هو حول الهدف من هذه الترشيحات وانتخابات المقبله اللي كاينه في 28 ماي للهيئه الوطنيه للمهندسين المعماريين. اظن الفكره نبيله، كنت اظن انه فكره، كنت اتمنى ان تكون عن جميع الاخوان المجموعات. بالمناسبه احيي جميع المجموعات الترشحات. الاخوان غيلاحظوا ان بعض الصور ديالي بعض المجموعات كلها
بتناغم وبعلاقة إنسانية جيدة مع الجميع. أعتقد أن كنا طاقات مع كامل الأسف ما كانش الكبير من الوقت باش يمكننا واحد مجموعة ديال الطاقات نوحدوها ونجمعوها ونحاولوا نطرحوا واحد المشروع ديال المنتخبين يكونوا في مستوى رد على الظروف الراهنة ديال ممارسة مهنة الهندسة المعمارية. أظن بأن الهندسة المعمارية في المغرب تمر بمراحل جد خطيرة. ممارسة المهنة هي أخطر لعوامل موضوعية ذات طابع سياسي ذات طابع اقتصادي ذات طابع اجتماعي. وأظن على أن التحدي الآن اللي مطروح على المهندسين المعماريين وقف هذا التحدي بواحد الشكل اللي هو جد مسؤول. وتنظن بأنه يمكن تكون الفرصة الأخيرة من أجل أنهم يحاولوا إعادة بناء الذات ديالهم بشكل جيد وبشكل صحيح. ذات تواعي تقدم ديال المغرب، تواعي التطور ديال المغرب، تواعي منذ 1992 تاريخ الظاهر المنظم لمهنة الهندسة. المغرب عرف تطورات كبيرة، ومنذ تعلي جلالة الملك محمد السادس نصر الله تعلي الحكم ومن بعد دخول صدور ديال تقييد ديال الخمسينية وتقييد هيئة الإنصاف والمصالحة وكذلك الدستور ديال 2011، أظن بأنه الدستور تحمل في طياته مجموعة الجوانب جد هامة. ولمع كامل الأسف الهيئة كهيئة على المستوى القانوني على المستوى البنيوي لم تتفاعل ولم تكن في مستوى الجواب على هذا الجانب اللي هو جد هام. وهنا يعني بالضرورة المسألة الجهوية المتقدمة اللي مهمة جدا، ولكن لأن كان رأي العام والصحافة الوطنية الدولية تتكلم عن مملكة الجهاد ففعلا أننا خصنا ندفعوا في هذا الجهاد بواحد الشكل. الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين وللمجالس الجهوية أظن بأنه بحكم القانون ديال 92 ما استطاعش تفعل شي حاجة كبيرة في هذا الجانب. من هنا يجب الاجتهاد في هذه المسألة من أجل إعادة بناء هذه الهيئة، إعادة وضع قوانين جديدة تتماشى مع الوضع الخاص ومع الخصوصية ديال الجهوية حتى أننا يمكن نكونوا في طموح ما يسمى بالتقدم ما يسمى بعملية التنمية اللي عرفتها مجموعة المناطق واللي مع كامل الأسف الغياب ديال الهيئة الوطنية للمهندسين. كذلك التفاعل مع مجموعة الهيئة الدستورية واللي تنشوفوا الغياب ديال المهندسين المعماريين في الهيئة الدستورية. هنا المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللي هو مع كامل الأسف غير متواجد في الهيئة المهندسين المعماريين كهيئة لظروف أجهلها، ولكن أعتقد أنه يجب أن نجتهد، يجب أن نقدم طلباتنا من أجل أننا يكون عندنا موقع داخل واحد المجلس اللي تصدر إصدارات اللي هي جد هامة واللي عنده شهادات جد هامة. وتنظن بأننا المهندسين المعماريين هم متواجدين في قلب التنمية. لا أظن بأن يمكن تكون التنمية بدون فعالية بين وضوهم في البناء في التشييد تقديم اقتراحات في التطوير وكذلك في 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 خلق توازنات على المستوى المجالي وعلى المستوى الاقتصادي والاستثماري بين الجهات. كذلك المجلس الخاص بالثقافة واللغات تنظن بأنه مازال ما خرجش المجلس، ولكن أظن بأن الطبيعي أن يكون الضوء ديالنا متواجد فيه بحكم أن الهندسة ما هي ثقافة جانب مهم. كذلك فيما يخص مجلس المنافسة أن المهنة ديالنا تتعرف واحد المنافسة دولية، العالم أصبح قرية صغيرة وعلينا أن نكون إلى جانب هذا المجلس من أجل أننا ندافع على مهنتنا ونحاول ما يمكن نخلقوا وصل تواصل والتفاعل مع كل المكونات في هذا الشيء فيما يخص المنافسة حتى أن تكون المنافسة في احترام الدستور في احترام القوانين الجارية بالعمل. والأكثر من هذا والأهم من هذا هو أنه 2011 في الدستور دي 2011 عفات ما يفصل السلطات هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وكذلك السلطة القضائية. فالسلطة القضائية تتمتع باستقلالية، الباركي كذلك تتمتع باستقلالية، وعلينا المهندسين المعماريين نفتح نقاش واسع مع هذه السلطة نظرا لأهميتها وقيمتها في المعرفة بالمهنة ديالنا في المعرفة بالخصوصية ديالها وفي وضع الإمكانيات الكافية من أجل أن يكون تفاعل وما يكونش هناك غلط وخطأ في الفهم ديالنا احنا للقوانين كلها تتمشى عليها هذه السلطة باعتبار أنها السلطة تتحفظ الاستثمار تتحفظ العدالة تتحفظ الحقوق وإحنا محتاجين لهذه المسألة في إطار مواصلة مهنتنا. لأنه اعتبر على أنه التفاعل مع المكون الأساسي ديال السلطة التشريعية السلطة القضائية جد هام، والطموح ديالنا في خلق غرفة أو غرف خاصة بالمعمار والهندسة المعمارية حتى السادة القضاة والسادة المسؤولين على السلطة القضائية يعرفوا مزيان ممارسة المهنة وكيفاش تتمارس المهنة ديالنا ويكون واحد التفاهم من أجل أننا نمارسوا العمل ديالنا بالمسؤولية المحاسبة
في وضعها القانوني، في وضعها الخاص، في وضعها الذي يتفاعل مع خصوصية المواصلات المهنية. أظن بأنه احنا محتاجين أكثر لهذه المسألة، وكذلك مع المجلس الأعلى المجلس الوطني للمجلس الأعلى للحسابات، لأنه باعتبار أنه هو قاضي ديال المال العام والسلطة، فأنه يجب فتح نقاش. وتنعرفوا بأن يتواجد العديد من المهندسين المعماريين كقضاة داخل المجلس الأعلى للحسابات، ففتح نقاش حول القوانين وحول تصرف الضوء ديال المهندس المعماري في المراقبة وحماية المال العام، فهو ضوء جد هام، وحنا محتاجين مساندتهم ومساعدتهم، محتاجين أننا نفتحوا الحوار نقاش معهم. إخوان المهندسين المعماريين، أنتم الآن أمام واحد الاختيار اللي هو كبير وصعيب وواضح، وتنظن بأن 28 ماي ماشي حدث عادي، واحد تطلب منا جرأة شجاعة. احنا محتاجين منتخبين ديال الهيئة، مناضلين اللي يدافعوا على الهيئة، اللي يحاولوا ما يمكن يخلقوا نقاش موسع، ولكن يحاولوا كذلك يمسوا حقيقة والواقع والمشاكل الحقيقية في مواصلات المهنة، واللي مرتبطة أساسا بالقوانين البنيوية، بالصفقات، بالرخص، بالقضاء، وكذلك الدفاع على شباب المهندسين المعماريين اللي تحلوا واللي تلقاو أمامهم الأبواب محبوسة وتعانوا معاناة كبيرة، حتى أنا منهم اللي فتح من عام تيسدو. فهذه المسائل كلها مرتبطة بالممارسة وبالمسؤولية ديال المهندسين، ولو أن 3 سنوات ديال الهيئة الوطنية غير كافية، ولكنها ستفتح الطريق، لأنه اللي صعيب ماشي هو 1000 كيلومتر، ولكن هو الخطوات الأولى من بداية مسيرة 1000 كيلومتر. كذلك النقطة الأخرى اللي بغيت نأكد عليها هو الدور ديال التعليم، الدور ديال المدرسة الوطنية للمهندسين المعماريين. مدرسة ديال التكوين هي تشكل واحد الثقافي معماري للمغرب، وهي مدرسة وطنية تكون فيها الوطنية المهندسين، فيجب تدعيمها، يجب تدفع علاقات معها كبيرة، يجب أننا نخلقوا آليات ديال التعامل بشكل بأن يكون تعليم في مستوى الطموح، تعليم اللي تكون الناس بيان، تعليم اللي هو ماشي نخبوي، لكن تعليم اللي هو وطني، تعليم ديمقراطي، تعليم اللي تحافظ على البحث العلمي، تخلق البحث العلمي وتحافظ على كل حقوق ديال كل هاد الشباب اللي غادي يدو، من حتى انه مواصله ديال مهنه الهندسه المعماريه عند الخواص المدارس الخصوصيه يجب ان تكون، ولكن يجب احترام قواعد العمل ديالها بشكل جيد، بمعنى ان الجيد هو اللي غيبقى والجيد هو الاصلح، من اجل ان تكونوا شباب مهندسين معماريين في مستوى الطموح الكبير اللي بغاتو بلادنا، من اجل خلق جيل كله ديال التشييد والبناء. لمساله بسيطه، نحن في بلد له حضاره كبيره، له 14 قرن ديال الحضاره، هو بلد معروف عليه بالتشييد بالبنيان بالعمران، وحنا ما يمكننا الا نشوف اتجاه ديال التشييد والبنيان والعمران، هذا الطموح ديال بلادنا، الطموح ديال الدوله المغربيه العميقه، الدوله المغربيه القويه، والدوله المغربيه اللي دائما جسدت عبر التاريخ التلاحم، التضامن، التعاضد، التسامح، كل ما هو جميل في الحق الانساني بشكل عام. اليوم حاضرين في هذه التظاهره ديال مجموعه من المهندسين المعماريين في اطار التشاور اللي كاين ما بين الاخوان اللي كيطمحوا انهم يكونوا هما الممثلين ديال مهنه الهندسه المعماريه لمده 3 سنين، 2021 2024. كانت التشاورات اليوم والتداولات على مجموعه من النقاط اللي كتهم مهنه الهندسه المعماريه وكتهم الممارسه ديال المهنه. حقيقة اقتنعنا بالنقاط اللي طرحوها ليكيب اللي كانت اليوم، وكنتمناو لهم ان شاء الله الرحمن الرحيم النجاح والتوفيق، وانهم يزيدوا بهذه المهنة القدام، والا تزادت هذه المهنة القدام غادي تزاد كاملة البلاد، كاملة غادي تزاد القدام، وغادي يكون الامور غادي تمشي الامور بطريقة سلسة مع هاد ليكيب اللي كاينة اليوم، اللي احنا ان شاء الله املنا فيها باش تطور المهنة وباش تحل مجموعة من المشاكل ومجموعة من الخلل اللي تراكمت لمدة سنوات عديدة. والسلام عليكم.